متميز، عايز اعرف منك ايه اهم مقومات اللاعب او اللي بيخليك تعتبره من اللاعبين المهمين في الفريق؟ اولا شبان اعتقد 26 سنه مش 30 26 سنه، سنة؟ لا صغير، اه مش 26 سنه، 30. لا 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 26 سنه، تمام. كنا جبنا المعلومة من احد المواقع لا فبعتذر ان انا قلتها لا 30 سنة من كام اعتقد يوم. 26 سنه محمود شبانه. تمام. لا مميز، المدافع مميز بالقوه، كورته حلوه، يعني بسم الله ما شاء الله، التوك اوف عالي بتاعه عالي جدا، وكل الكرات العاليه، ودي اهم ميزه في المدافع، بالذات المدافع الوسط، انه لازم يكون متميز بضربات الراس ايوه. الدفاعيه والهجوميه. يعني برضه هو احرز اكتر من هدف لفريق اسوان الموسم مظبوط. ده، لا انا بعتبره من افضل المدافعين في الدوري المصري، وبالاضافه كمان لشخصيته، يعني هو لاعب له شخصيه في الملعب، لاعب مؤدب جدا، يعني انا شايف فيه كل عوامل اللاعب الناجح. تمام، حلو قوي كلامك عنه. دي حقيقة.